بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا الميل الثاني, the extra step, the second mile. معناه ان احنا هنركز على المحبه عشان يبان برضو ان احنا بنحب الكل وبنحب اكتر من العادي. سؤالي ليكو, ايه صعوبه فكره من سخرك ميلا اذهب معه اثنين؟ ايه الصعوبه في فكره تحب الناس قوي بزياده خطوه فوق العادي؟ ايه الصعوبه تبقى السامري الصالح؟ ايه الصعوبه انك تعمل زي رعوس مع نعمه؟ كل ده ميل تاني. ها, ايه الصعوبه في الحاجات اللي بانت كده ايه اكسترا, فاهمين, زياده؟ ايه الصعوبه فين؟ اولا مش ممكن اللي قدامي هيبادلني نفس الحب. يعني لو اديت حب قوي كده مش متوقع الاقي نفس رد الفعل. ايه تاني بيصعب الاوردر ده؟ انا مشغول بنفسي, فانا ذاتي معطلاني ان انا امشي الميل التاني. تفضل. ان فيها خسائر كتيرة قوي, انا هضحي بوقتي ومجهودي وفلوسي احيانا, فيها خسائر, تضحية كبيرة قوي. هي كلمة تضحية دي كلمة دقيقة مع الميل التاني. انه ممكن اتفهم غلط, ممكن اللي قدامي مش بس ما يقدرش, يقلق مني. يعني بعمل كده ليه؟ طيب يعني يعني انا تكلفة عالية قوي. طب على ايه اعمل كده؟ محدش بيعمل كده. يعني صعب لانه نادرا ما بنلاقي حد عايش كده. دي صعوبة اخرى, لانه انا هكسب ايه من ده كل؟ تفضل ورا حبيبي. ايوة, هخاف من تهمة السذاجة والضعف والعبط لانه ايه اللي انا بعمله ده؟ انا لقطة يعني. تفضلي. طبعا ممكن يبقى مجال للاستغلال بقى. فكرة ان انا متعود افكر بطريقة ده يستاهل ولا ما يستاهل, التفكير ده بيعطلني لانه الميل التاني ما بيفكرش كده. ماشي, ما هي دي الزاد برضه. ليه انا مش بيمشولي ميل تاني يعني ولا اولاني حتى؟ تفضلي, عاوزة تقولي ايه؟ برافو برافو. ده عكس كل اللي بيعملوه الناس. الناس كلها بتجري ورا مصالحها, الميل التاني ده ضد المصلحة خالص. طيب خلوني ادي مثل الميل التاني في حياة يوسف, لانه اجمل حاجة في الميل التاني في رأيي بعد ما فكرت فيه هي القصص الحقيقية لناس عاشت الكلام ده. لانه سهل ان الواحد يقول كلام المسيح قال امشي الميل التاني ونقعد نحكي في كلام نظري, لكن اللي عاشوا الكلام ده الحقيقة بيكسفونا وبتبقى الصورة صريحة كده. ينفع؟ ينفع. حصل؟ حصل. نجحوا؟ 100% نجحوا. طلع معهم حق؟ معهم 100% حق. تعالوا نعيش ده في حياة يوسف. انتوا فاكرين قصة يوسف؟ يوسف اتدبح كذا مرة. يعني يوسف كان ابن يعقوب ومامته ماتت بدري, اخواته بدل ما يعطفوا عليه ويحبوا اتغاظوا منه عشان ابوه مدلعه شوي. وابوه يعني كان فاكر ان اخواته عاقلين هيقدروا انه شوية الدلع الزيادة ده عشان الوحيد اللي مالوش ماما. يعني ما قدروش الحقيقة, خدوها بزعلة وابتدوا يتآمروا عليه. قام تعرض لأزمة كبيرة, اترمى في بيت فوتيفار. ففي بيت فوتيفار كان في اختبار اول واختبار تاني هحكي فيه بقى. يعني اول امتحان صعب في حياة يوسف اعتبره بيت فوتيفار. لما عاش in the house of Potiphar, هبصوا للنص كده, كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا.
وكان في بيت سيدي المصري، ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيتي ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيتي وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق. ترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. اختبار ده صعب ليه؟ أولا كله بيسرق، طب ما نسرق. ثانيا يعني عنده فرصة يسيطر، من سيطر على بقية العبيد. جو العبيد مش جو أحسن حاجة، ما نبقى زيهم، لا مش هنبقى زيهم. الأمانة المطلقة من غير رقابة ميل تاني، فاهمين دي؟ فاكرين لما بولس بيقول للعبيد اخدموا سادتكم لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل بخدمة القلب كمن يرضى الله. الراجل فوتيفار ساب له كل حاجة، ما بقاش يراجع وراه، ثقة عالية جدا. ليه؟ لأنه أمانة عمره ما شاف زيها. أي حد لازم يتحاسب عشان يبقى أمين، إيه رأيكم واحد أمين من غير ما يتحاسب؟ ده الميل التاني. عندنا في قصص الكرازة حكيت لكم مرة عن كاهن في جنوب أفريقيا، مات من كام سنة بس، قعد 40 سنة في جنوب أفريقيا محدش يعرف عايش ولا ميت، وبيخدم بأمانة وملوش مرتب، وهو اللي حافظ على الكنيسة القبطية في ساوث أفريكا 40 سنة، وهو محدش بيبص عليه والناس مش عارفة عايش ولا لأ، لغاية ما راح أنبنطونيوس واكتشف وجوده، وده مرسوم من قبل البابا كرولوس، ومات فوق 100 سنة. ازاي تعيش في ظروف قاسية زي كده وتفضل امين؟ مفيش اي مكافأة، مفيش اي تشجيع، مفيش حد بيقولك انت فين، كمل في الامانة. يوسف كان امين قوي من غير اي يعني مسؤول فوق دماغه، ومش بس كان بيعمل على القد، خلي بالكم هو كان مش مجرد عبد ملتزم، كان ناجح جدا. ناجح يعني البيت اتظبط، عارف لما تدي شغل الواحد تلاقيها اتظبطت خالص. هو في فرق بينك تعمل المطلوب وتعمل فوق المطلوب، ده الميل التاني. اغلب الناس بتعيش بمبدأ على ما قد فلوسهم، فاهمين؟ او على قد المطلوب، على قد المطلوب، ده الميل الاولاني. لا، ايه رأيك تعمل كأن الحاجة بتاعتك وعاوزها احلى حاجة، بس هي مش حاجتك. طب ويا فيوسف تاجر في بيت فوتيفار كأن البيت ده بتاعه، فخلاه كل حاجة مظبوطة جدا. كان ممكن يقول كفاية ان انا مغلطش، لا، كان عنده ميل تاني يقول لا لازم اشهد لإله. يعني في واحد في الشغل يا جماعة كل هدفه ما يغلطش عشان ما يترفدش او ما ياخدش مخالفة يعني، وفي واحد بيشتغل في نفس الشغلة عاوز المسيح يبان، فبيعمل حاجات كتيرة ممكن الشغل مش محتاجها بالحرف، ده الميل التاني. الميل الاولاني ما تغلطش، الميل التاني انت قديس، انت بار، انت امين، انت شاهد للمسيح، ده مستوى اعلى. كان ممكن يقول انا ما بسرقش، ده ميل الاول، انما انا مش بخلي حد يسرق كمان لاني مسؤول، وبعلم كل اللي حواليا الامانة، لا ده ميل تاني. هو حد قالك تعلمهم الاخلاق؟ اذا يوسف دايما حاسس بحاجة اعلى من العادي، وعشان كده تلاحظوا ان كل شوية ربنا يطلع بيه حتة. كان اختبار صعب قوي، واحد ابن ناس ويشتغل خدام على فكرة، ما كانتش سهل، بس فضل بنفس المبادئ العالية، امانة عالية جدا والتزام عالي جدا، وكلكم عارفين طبعا المعركة اللي بعدها. حدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اتجع معي. ده شاب في ظروف قاسية، جاية له الخطية لغاية عنده، ويقدر يقول له رب ما أنت سبتني، هتحاسبني ليه دلوقتي؟ أنت سبتني وخليت بيا وأنا ترميت في ظروف صعبة، وكله بيعمل كده، مش معقول هتحسب عليا الغلطة دي في الظروف دي يعني. فأبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، كل ماله قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ خلي بالكم
انا في رايي كلمه شر عظيم بقت تبص له كده شر ايه، البلد كلها كده، الدنيا كلها كده. عارفين لما واحد يبقى عفيف قوي كلمه شر النهارده الناس ساعات تضحك عليها بره. مره شاب في امريكا بيقول لي انا قلت كلمه ايفل ضحكوا عليا. There is no evil. Come on. ازاي توصل لكده؟ في حاجه اسمها ايفل؟ طبعا في، لكن بالنسبه لناس تانية كان ما عادش في حاجه اسمها شر، كله صح، اللي عاوز يعمل اي حاجه يعملها. اسكلمت يوسف يوما فيوما لم يسمع لا ان يضطجع بجانبها ليكون معها، ثم حدث نحو هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمل لم يكن انسان، وبدات بقى التجربه تبقى عاليه جدا. كان ممكن يقول انا منعت نفسي كتير خلاص بقى ما كنتش اقدر اعمل اكتر من كده، لا هو بقى الميل التاني هحارب حتى الدم، تعبير القديس بولس لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. ما اداش لنفسه ادنى عذر رغم انه كان يعني ممكن يعذر نفسه قوي. كان ممكن يقول كفايه انا ما ساعدتش في الخطيه، انا ما روحتش ادور، كل اللي حواليا بيروحوا وبيهلسوا وبتاع. لا هو برضو قال ولا هسمح بالخطيه مهما كان، وهفضل اشجع الكل يعيشوا في توبه. كان ممكن يقول انا ما اشتكتش الست دي لجوزها، فيعني ده اخلاق عاليه مني، كان ممكن اروح لجوزها اقول له الست بتعاكسني، انما انا هحتمل حتى لو ظلمتني وقالت ان انا اللي وحش. واضح الميل التاني يا جماعه؟ عشان كده احنا ما نعرفش الست دي راحت فين، اختفت في التاريخ وفوتيفار نفسه، انما اللي احنا عارفينه يوسف اللي بيمشي الميل التاني هو اللي هيفضل اسمه لامع في التاريخ. اللي بيشتغلوا على قد الاعذار والحجج وزي الناس بيختفوا في التاريخ، وغالبا بيختفوا من السماء كمان. انت عاوز تبقى تبع الميل التاني اللي يبقى لك اسمه وتأثير، ولا عاوز تبقى من الاولان؟ اختبار التاني الصعب ده ستيج 1 كده اللي كان فيري تاف في بيت 44. ده ستيج 2 واز تافر مور تاف. هتنجح يا يوسف بقى في السجن؟ السجن على فكرة بيئة أصعب كمان، طبيعي أي سجن مجال أسوأ. أولا هو داخل مظلوم وداخل بتهمة وحشة قوي، لأن دي مرات وزير الداخلية، فيعني حاجة صعبة جدا، جريمة. وبعدين ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن. خلي بالكوا الكلام ده حصل في شهور وسنين، هي في جملة، هي ما كانتش جملة طبعا، لا هو دخل حتة سجين ملطشة عادي، بعد شهور وسنين ابتدى يتحب وابتدى يكبر. وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة. غريب نفس السيناريو، من كتر الأمانة الغريبة الناس بترميله المسؤولية كاملة وما بتراجعش ورا. الأمانة العالية دي سكند مايل. لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه. مرة جالي سؤال كده، هو زي ما جالوش اكتئاب؟ بصراحة احنا في مشاكل اقل من كده بنخور من بدري، يعني واحد والدته تموت بدري واخواته يكرهوه ويترمي في بير وبعدين يتباع عبد ويتزلك عبد وبعدين ياخد تهمة وبعدين يلبس سجن وملوش اخر، مش هيطلع منه، يا ينتحر يا يكتئب، اقل حاجة يعني ما بيكتئبش. ليه؟ كان الرب مع يوسف. ده ميل تاني بقى، ده واحد شايف ربنا وما بينزلش عينه عنه، ده واحد موافق يكمل مع ربنا رغم ان ربنا ما بيريحوش. تاني الجملة دي بقى، ده واحد موافق يفضل يعبد ربنا ويحبه لكن ربنا مش بيريحه خالص. طب يا رب اللي يمشي معاك تعمل فيه كده؟ ده اكتر واحد عدل في اخواته، معلش هو النظام كده. كان ممكن يقول انا مش هحاول تاني خلاص، انجح ليه في سجن يعني؟ ايه الشطاره ان انا بقى سجين كويس؟ سجين كويس على ايه بقى؟ فاهمين؟ سجين كويس هي دي اقصى احلامه دلوقتي. هو ليه ما عذرش نفسه وقعد يقول يعني خلاص انا اعمل زي اي واحد يشتم ويتخانق في السجن بقى، بدل الاخلاق مش نافعه
خليني بقى بلطجة يمكن تنفع. هو ليه مصر على النجاح؟ ليه كلمة نجاح في الإنجيل ارتبطت بالولد ده يوسف ده؟ هو النجاح ما كانش على فكرة نجاح شخصي، هو كان عشان ربنا. تلاحظوا كل مرة جت كلمة نجاح كان في نفس الآية كلمة ربنا، كان الرب مع يوسف. فلأنه عاوز ينجح قدام ربنا، القضية بالنسبة له ربنا. فالميل التاني هو انك تنجح في اي ظروف، تعمل احسن ما يمكن لان ربنا باصص عليك. ليه تهتم بان هم افضل منك؟ فاكرين حكاية الوزراء اللي اتسجنوا؟ جالوا 2 وزراء بقى، طبعا يعني واحد زي كده المفروض يبقى جوه حقد، يعني الوزراء دول كلهم واحد منهم هو اللي دخلوا السجن يعني. انما خدم الوزراء، فاكرين يا جماعة الـ2 وزراء خدمهم وريحهم وقال لهم اللي هيحصل بالظبط وحصل معاهم ونسيوه برضه. طب انت بتخدم ناس غرب ليه؟ مالك انت تريحهم ليه؟ ما تخليك في حالك بقى، روح الخدمة عنده، مش مستني حد يقوله. هو لقاهم مكتئبين، مالكم مالكم، هي دي من شغلة المساجين، ولازم يريحهم. تعالوا بس نتفاهم، اللي انتوا شفتوه ده من ربنا وهيحصل كيت وكيت وكيت، واللي هيقعد قال له افتكرني، وطبعا ما افتكروش. الاختبار الثالث والاصعب بقى، بصوا المسيح عمال يكبره حتى حتى عشان الميل الثاني. نجح في اختبار صعب، ممكن نزود عليها بيت ابوه كمان، بيت ابوه لانه كان اخواته بيكرهوه، بس انا ما حسبتهاش. بعدين بيت فوتيفار، امتحان صعب قوي خد سنين. بعدين السجن، امتحان صعب قوي سنين. بعدين دخل على بيت فرعون، أصعب امتحان ليه، ده لازم يثبت نفسه قدام فرعون ومصر كلها والعالم كله. ده واحد محطوط في وضع في منتهى الصعوبة، مجاعة جاية على العالم كله، اختبار صعب. وهنا حرب الكرامة يقولوا أصعب من حرب الإهانة. القديسين قالوا كده، قالوا لما تتهان وتستحمل ماشي تعدي، كل الناس بتتهان، لكن ما تكرم قوي وتفضل مركز في أمانتك والمطلوب منك وكلام المدح ما يستهوكش، دي صعبة. الحقيقة يوسف كان مكمل ومش فارق معاه غير انه ينجح قدام ربنا برضه، وعشان خاطر يرفع اسم ربنا عاوز مصر كلها تعيش وعاوز العالم كله يعيش مجدا ربنا. يوسف قال لفرعون كده، قال له فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض، يأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين جوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون في عين جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ وقال فرعون ليوسف بعدما علمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. إذن في إحساس مسؤولية، بصوا يا جماعة إحساس المسؤولية علامة حلوة قوي. في الأول كان مسؤول عن إخواته، هو طلع يسأل عليهم في أول القصة لو فاكرين، ولما طلع يسأل عليهم عملوا المؤامرة. بعدين مسؤول عن العبيد اللي في البيت وعن الست دي، فعشان المسؤولية ما يقدرش يلمس. بعدين مسؤول عن المساجين، بعدين مسؤول عن العالم كله. بقول لكم الكلام ده ليك أنتوا خدام كرازة، لو أنت مش مسؤول عن عيلتك روحيا مش هتنفع كارز، لو انت مش مسؤول عن خدمتك الصغيرة اللي تحت ايدك انسى حكاية البلاد دي. يوسف عشان يترقى ويبقى مسؤول عن بلاد، هو عدى باختبارات وامتحانات لغاية ما احساس المسؤولية بقى عالي جدا، عاوز كل مصر والعالم يعرف ربنا. ما ابتدتش كده، لكن دي مكافأة الميل التاني، المسؤولية عن الاخرين دايما تقول الميل التاني. When you feel responsible upon others, that's the second mile. Responsibility. في فرق كبير قوي بين مصلحتي وبين responsibility. عاوز ايه لنفسي؟ لا لا انسى نفسك. هو كان مسؤول من صغره وعمال يكبر في المسؤولية لغاية ما خد مسؤولية كبيرة قوي.
كمان الإخلاص في الحل، تاخدوا بالكم ما كانش فيه فهلوة في الموضوع ده، قال له حل دقيق ديتيلد كده، لازم تحوش نخزن 7 سنين ونخزن بطريقة دقيقة جدا عشان هنتزنق بعد كده وما نطلعش الأمحاية إلا بحساب، ونفذ تنفيذ دقيق جدا. ال responsibility and honesty are always related. اللي عنده إحساس مسؤولية عالي عنده أمانة عالية والتزام عالي، ودول اللي بيعملوا الميل التاني. الميل الأول ده بترطيف الصوابع، المجاملة والواجبات الخارجية بس. وبعدين نقفز بقى لفكرة التسامح الأخيرة بقى. إزاي يوسف لما قابل إخواته كل العذاب ده بسببهم مش كده؟ لأن يوسف بيقدر يوصل لدرجة تسامح عالية قوي، مش شايل من إخواته، مش بيكرههم. أي حد في مطرحه أنتوا سبب المآسي، أنتوا سبب الغلب اللي أنا شفته، كل ليلة بكيت فيها في السجن أنتوا السبب، كل الحرمان اللي اتحرمته أنتوا السبب، ما كانش بيفكر كده. كمية أذى من إخواته كانت ممكن تخليه يفرتكهم، إنما أول ما شافهم كان عاوز يعيط، وحشتوني وحشوك إيدوا المجرمين ده، يعني مش عارف أقول عليهم إيه في اللي عملوه فيهم وفي أبوك كمان. لكن أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدلي، وأن يعطوا زادا للطريق من أول لقاء من غير ما يعرفوه، بقى يديهم بزيادة. فاكرين احسنوا إلى مبغضيكم بتاعت المسيح؟ ما هي دي. إزاي بتدي إخواتك بزيادة بعد اللي اتعامل معاك؟ ده وقعوا في إيدك، ده ألف به، ده لسه حتى الشريعة هتيجي تقول عينهم بعينه وسنه بسن، ده انت قبل الشريعة كمان. لكن هو نط كل ده ودخل على أحبوا أعداءكم على طول. لما جم يعتذروا له في آخر القصة خالص، قالوا له سامحنا على كل اللي عملنا فيك، بكى وقال لهم أنا ما باخدش اعتذارات، أنا كفاية تقولوا لي أنا آسف، دي أنا مش مستني اعتذار. خلي بالكوا في واحد يقول لما يجي لي ويعتذر لي نبقى نتفاهم، دي كرامة، أنا مش عاوز حد يعتذر لي، حتى اللي ذبحوك وعذبوك مش مهم، معلش ربنا عوضني كتير قوي. فكان يعفيهم من الاعتذار. بستغرب في ناس تتزعل من بعض وكل واحد يستني التاني يعتذر له، ايه يا ابني وهو انت ما تروح وتخلص، يعملوا فيك ايه يعني عشان توصل لكده؟ لا، يوسف ما كانش عنده مشكلة خالص، قال لهم من غير ما تعتذروا انا عمال افكر في عيالكم هنعمل ايه عشان يتعلموا احسن تعليم ويتربوا احسن تربية. اول ما قال لهم انا يوسف اخوكم كان يعني كانوا خايفين، لكن فوجئوا بمحبة حقيقية، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق. يعني ايه؟ ابتدى يوصيهم، بصوا حبوا بعض، انتوا تعبانين مش انا اللي تعبان، انتوا قصدتوا شر ربنا قصد خير، بس انتوا طول ما انتوا مش بتحبوا بعض هتفضلوا تعبانين. لما رأى اخوة يوسف ان اباهم مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به، فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. فبكى يوسف حين كلموه، واتى اخوته ايضا وقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. قال لهم يوسف لا تخافوا، هل انا مكان الله؟ انتوا قصدتوا الشر، اما الله قصد به خيرا كما يفعل لكي يفعل كما اليوم، كان عاوز نوصل للنهارده، ليحيي شعبا كثيرا. الآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. هنا تحسوا بقى ده واحد قلبه نضيف بجد، نقاوة القلب هي اللي بتجيب الميل التاني. ده واحد بيحب بشكل غريب، ما بيفتكرش ولا حاجة وحشة، ازاي وصلت لكده مع كل العذاب ده؟ ازاي قادر تتعامل مع الناس دي تاني بالجمال ده؟ وفضل يستمر في الخير طول ما هو عايش، وفي حياته الناس دي تهنت وتعزت. إذن احنا عندنا حكايات حقيقية عن الميل التاني، لأن يوسف كان بيحب ربنا، واللي يقرب من ربنا يعرف يعيش كده. وطبعا اربطوها بالكرازة،
في تاريخ العبودية كل 400 سنة في مصر مين غير ادى سمعة لإله العبرانيين غير يوسف وموسى عشان الميل التاني؟ يعني فكروا كده، ممكن واحد يعيش في بلد كاملة ويموت وما يسيبش تأثير. يوسف عاش وساب تأثير كبير قوي عشان كان عنده الميل التاني. دانيال عاش وساب تأثير جدا على جيله عشان عنده الميل التاني. عاوز تسيب تأثير على الناس في أي حتة تروحها، حب بالمستوى الأعلى، ما تحبش بالمستوى العادي. لإلهنا كل مجد وكرامة.